اتفضل. مساء الخيرات أمير، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة وكل هذه المعلومات الحقيقة والاتصالات اللي أمدتنا بيها، خصوصا الاتصال الأخير مع زميلنا كريم سعيد في بيروت. كل أمنيات طيبة إن شاء الله لفريقنا الأول في البطولة العربية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي النجمة اللبناني. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أمير، وزي الحقيقة أنت ما قلت إنه ضيفي الكريم هو هذه القامة القانونية الكبيرة والقضائية المستشار أسامة أنديل، اللي منذ نعومة أظفاره الحقيقة والتحاقه بالنيابة العامة سنة 78 وصولا إلى كونه رئيس محكمة استئناف ومستشار سابق للنادي الأهلي، بالإضافة إلى مشاركته في وضع مادة الرياضة بالدستور المصري والعديد من المناصب اللي تبوأها، ومؤخرا أسهم بجهد كبير جدا مع قامات قانونية في لائحة إعداد وصياغة لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي اللي خرجت بشكل يجعلنا الحقيقة كلنا فخورين بهذه الصورة، وبتمثل إنجازة للتعبير ثورة في مجال التشريع الرياضي. ويمكن ده كان مجال حديثي قبل الهوى مع سيادة المستشار أسامة أنديل، بيكلمني بفخر عن أنه النادي الأهلي كان دائما في المقدمة، وأبطال رياضيين وفي مجالات عديدة وضعوا النادي الأهلي دائما في مصاف والصفوف الأولى، فلماذا لا نضع أيضا بتشريع رياضي كرائد من رواد هذا التشريع؟ خلونا نعرف كثير من التفاصيل بشكل مختلف بقى عن حواراتنا السابقة مع ضيفي الكريم السيد المستشار أسامة أنديل الذي أرحب به بداية. أيما ترحيب، برحب بحضرتك، أهلا وسهلا سيد المستشار. أهلا بك أستاذ شريف، وأنا سعيد بوجودي مع حضرتك الإعلامي المثقف. شكرك. الحمد لله اللي بيعمل في القناة النادي الأهلي النادي العظيم. لا احنا هنضيف عليهم بس الفترة اللائحة كده ان شاء الله، يعني لا يا فندم في مهمة عمل، لا اعتقد محدش هيوافق لك. ربنا يبارك في حضرتك. فاهلا بيك، وانا سعيد ان انا باطلالة تانية في فترة وجيزة على مشاهدي قناة الاهلي وبالاحرى اعضاء الجمعية العمومية وجمهور العظيم. صحيح. انا بدات مع حضرتك، انا عايز بس شيء بالشيء يذكر، يعني الكلام عن ابناء النادي الاهلي شيء لا ينتهي ويخلينا دايما لا نفيهم ابدا حقهم. السيد المستشار أسامة أنديل معار الى احدى الدول العربيه الشقيقه، وكان مفروض يسافر اول شهر سبتمبر لما الكابتن محمود الخطيب كلفه بالانضمام للجنه الاعداد والصياغه. الرجل استطاع وقرر انه يمد يعني اجازته ويتاخر شويه عن دايرته وعن شغله علشان يلبي نداء النادي الاهلي، وهذا عهدنا دايما الحقيقه بابناء النادي الاهلي. فانا بشكره شكرا جزيلا، وعايز ادخل من المدخل اللي اتكلمت فيه عن المقدمه سياده المستشار. لما كلفت بهذه المسؤوليه كان شعورك ايه، وبدات شغل ازاي، وايه موضوع التشريع الرياضي والرياده بقى؟ الحقيقه فعلا ايوم شرف انك تشتغل في النادي الاهلي في اي مكان فيه، خاصه لما يكون النادي ده اللي انت زي ما سيادتك تفضلت عشت طفولتك فيه وشبابك فيه، ولما يجي يطلبك في دستوره لك الفخر ولك الشرف، فمحدش يقدر يتأخر لا أنا ولا غيري يعني. أما عن شعوري وإحنا شغالين، الحقيقة أنا أعتقد لم يكن شعوري وحدي يعني، إنما كان شعور الأغلب من أعضاء اللجنة أبناء النادي. يعني أنا الحقيقة ببساطة كده بصيت لقيت، فكرت في لحظة كده، النادي الأهلي بقى دلوقتي في مصاف الأندية الرياضية العالمية طبعا، واللي وضعوا في هذا الطريق هم أبناء الرياضيين يعني كثيرين، ومنهم طبعا الكابتن الخلوق رئيس النادي حاليا محمود الخطيب، منهم الجيل الذهبي اللي كان مع ماني الجوزيف، انا بقول كله علشان ما انساش حد، لغايه ما خدوا الاكثر تتويجا في البطولات، لغايه ما بقى نادي القرن. الحقيقه ده انا قلت الله، طب ما احنا قانونيين، طب ما كل واحد بطريقته وكل واحد من خلال عمله يستطيع ان يضع هذا النادي العظيم في مصاف العالميه. فقلت لا، واحنا بنشتغل لازم التشريع ده اللي هو اللائحه اللي بنشتغل فيها دي ان شاء الله لازم تحط النادي الاهلي في مصاف التشريعات الرياضيه العالميه، وده كان لن يتاتى الا اذا كنت حاطط قدامك وانت شغال الميثاق الاولمبي. لان الميثاق الاولمبي بالظبط كده، لان الميثاق الاولمبي هو ده بيتناول ايه هو ببساطه علشان الناس تبقى معانا، هو بدايه الفكر الاولمبي الحديث كله
كان ميثاق ده مصري ولا ميثاق عالمي؟ لا ده عالمي، وكان صاحب الفكرة أصلا بيير دي كوبرتان، هذا الرجل هو صاحب فكر الأولمبي الحديث. فالميثاق الأولمبي بيعتبر القانون الأسمى أو الدستور الأسمى للرياضة. فطبعا حضرتك عارف الرياضة في العالم مرت بمنعطفات كثيرة، يكفي أن أنا أقول مثلا للسادة المشاهدين أنه في 2014 اعترفت الأمم المتحدة أو أقرت الأمم المتحدة باستقلالية الرياضة وباستقلالية اللجنة الأولمبية الدولية. يومها خرج حتى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مستر توماس باخ الألماني، خرج وقال للجنة الأولمبية الدولية الآن تستطيعون أن تهنوا وتسعدوا، الآن لكم استقلالكم ولكل اللجان الأولمبية الوطنية. يا سلام، ده حضرتك جاوبتلي كده على سؤال ولا في إضافة؟ لأنه البعض أحيانا يسأل كل القامات اللي موجودة في اللجنة المركزية لإعداد اللائحة في النادي الأهلي وتذهب إلى اللجنة الأولمبية، إيه السبب اللي دعاكم لهذه الزيارة سيادة المستشار؟ كويس، الأول إحنا ذهبنا إلى اللجنة الأولمبية المصرية. المصرية طبعا. ذهبنا لكيان محترم نعتز بيه موجود على أرض مصر. هقول لحضرتك، أنا هجاوب حضرتك لو سمحت من الميثاق الأولمبي. اتفضل. وقبل الميثاق الأولمبي قانون الرياضة المصري. عظيم. لأن إحنا الأول قانون بتاعنا، وعلى فكرة قانون الرياضة المصري أخذ من الدستور. طبعا ما هو لازم يتسخ مع الدستور ويتناغم معه. لأن حضرتك زي ما أنت عارف المادة 84 قالت المعايير الدولية. وهكلم سيادتك على المعايير الدولية يعني بعد كويس. يعني طبعا. بعد ثواني. حضرتك شاركت في وضع مادة الرياضة في الدستور المصري. الحمد لله كان لي شرف ضمن وفد. عظيم. كان ضم الكابتن زكريا ناصف والكابتن أحمد حسن، كان وفد رياضي وبعض الصحفيين والصحفيات. يعني عظيم. كانوا موجودين، وقابلنا السيد عمرو موسى في الوقت ده رئيس لجنة الخمسين، ويعني أعطيناه مقترح عظيم كان اللي هو يعني بعد كده صيغ في المادة 84 بالظبط. لما تيجي سيادتك المادة 3 ده في قانون الرياضة، قانون الرياضة المصري بعد ما اتكلم على بما يفيد استقلالية الجمعيات واللجنة الأولمبية المصرية، الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والأندية في وضع لوائحها أو وضع نظامها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي. بص حضرتك، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، ده القانون اللي بيقول قانون الرياضة بالظبط. يبقى الدستور ثم القانون اللي منبثق عنه بيؤكد على أنه هذه اللوائح تتسق أو تتناغم مع الميثاق الأولمبي. تمام خلاص. بعد ما اتكلم على كده جه في الفقره قبل الاخيره او الفقره قبل الاخيره جه بيقول ايه؟ شوف بقى، قال حاجتين مهمين جدا. قال الحاجه الاولانيه، وتشترط موافقه الهيئات الدوليه المنضم اليها هذه الهيئات على الانظمه الاساسيه. يبقى اول حاجه لازم الهيئات الدوليه الا حضرتك كهيئه اللي هو كنادي اهلي منضم اليها، موصلة بقى في الاتحاد الوطني ثم بقى الهرم بتاعنا حتى نصل اللجنة الأولمبية الدولية، لابد هذه الهيئات توافق على اللائحة. وبعدين بقى آخر فكرة، كما يشترط موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل نشرها في الوقائع المصرية. النص واضح صريح. النص واضح. وقبلها كمان يا فندم، ويشترط موافقة الهيئات الدولية كذا وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية بالنسبة للهيئات. عظيم. الأخير للاتحادات اللي فوق للهيئات. عظيم. طيب هو جابها منين؟ ليه اللجنة الأولمبية المصرية؟ اللجنة الأولمبية المصرية يا فندم تعتبر هي الضامنة لاحترام الميثاق الأولمبي. وده بنص الميثاق الأولمبي نفسه. الميثاق الأولمبي في الفصل الرابع خصص باب للجنة الأولمبية أو اللجان الأولمبية الوطنية. عظيم. اسمح لي علشان بس يبقى كلامنا مدقق، هقول نص الترجمه بالظبط بتاعه النص. حضرتك في الفصل الرابع بعنوان اللجان الاولمبيه الوطنيه، جه في البند في الماده 2 بند 2 بيتكلم على دور اللجان الاولمبيه الوطنيه. عظيم. اللجان الاولمبيه الوطنيه اللي هو زي اللجنه الاولمبيه المصريه، زي اللجنه الاولمبيه في اي دوله. عظيم. اسمها اللجنه الاولمبيه الوطنيه. قال عليه ايه؟
ضمان الالتزام، دورها كده ضمان الالتزام بالميثاق الأولمبي في بلادهم. ضمان الالتزام بالميثاق الأولمبي، بالميثاق الأولمبي في بلادهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما رحنا دورها هي الحامي والمحافظ والحارس على تطبيق الميثاق الأولمبي في هذا البلد. بالضبط. لما النادي الأهلي توجه للجنة الأولمبية، توجه لها علشان يقول لها النصوص اللي أنا واضحها دي متسقة مع الميثاق ولا لا، أو فيها خرق الميثاق الأولمبي ولا متسقة معاه. ده مهم عظيم جدا. عظيم. لأنك أنت ممكن ما تروحش وبعدين تعمل جمعيتك وبعدين تبعتها عشان يطلع الاعتماد يطلع عوار، ما تعتمدش، ما تعتمدش. يبقى انت هنا عملت ايه؟ اهدرت ايه؟ لا، ده وقت ومجهود وفلوس ومال حاجة. واسم الناس ومال ومال ايه؟ عام. عظيم. يعني بالاضافه للعلاقه الطيبه والمحترمه بين المؤسستين الكبيرتين النادي الاهلي او اللجنه الاولمبيه، ففي هنا هدف قانوني ومحترم واحترام كمان من النادي الاهلي للجهات التي تدير الرياضه والموثيق الاولمبيه وللقانون. وده يا فندم هو ده النادي الاهلي. ده واضح، هو ده النادي. ده بص يا فندم، وده انعكس في النصوص اللي جوه اللائحه. هتلاقي الميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه تم تكرارها في اللائحه صراحه 5-6 مرات. وتلميحا من خلال النصوص اللي دونتها الميثاق، اللي دونها الميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه كثيرا كثيرا. طيب انا قبل ما اسال حضرتك عن بعض العناوين كده والمحاور، المستشار اسامه انديل مع الساده اعضاء اللجنه راضين او راضونا عن المنتج النهائي اللي بين ايدينا وتصوت عليه الجمعيه العموميه يوم الجمعه الساعه 12؟ ضميرك مرتاح؟ انا كاهلاوي وكقائد عضو جمعيه عموميه، وزي ما سيادتك تفضلت، انا اشعر بكافه الارتياح وبكامل الارتياح. هيك. لان هذه اللائحه تم صياغتها حتى تكون متوافقة تماما مع الآتي: دستور مصر العظيم، قانون الرياضة، الميثاق الأولمبي، وكلاهما أشار إلى الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية. عظيم. بتعظم دور الجمعية العمومية ولا كنتوا حريصين على تقليص دور الجمعية العمومية لحساب مجالس الإدارات المتعاقبة؟ ده سؤال كويس قوي، وأنا أحب أقول اللي أنا قلت لحضرتك قبل الهوى. صحيح. اسأل كيفما تشاء. احنا بنطرح كل حاجة وبنقعد أحيانا يعني على سبيل الدعابة، وبنطرح حتى الانتقادات اللي بيوجهها البعض لينا، لأنه ما عندناش حاجة نخشى منها في النادي. ده بالعكس، النقد البناء أهلا بيه، النقد الموضوعي كويس جدا. هو ده اللي بيرشد، إنما الصوت الواحد مش كويس في أي حاجة، أو الرأي الواحد يعني. صحيح. بص يا فندم، كل عمل تشريعي لازم يبقى فيه فلسفة. حضرتك جاي تعمل قانون، لازم عايز منه إيه؟ استراتيجيتك في إيه؟ لأن الفلسفة ده هو ده الكفر. صحيح. اللي أنت هتتحرك فيه، أهو ده الإطار، أهو ده الفريم. فلسفة هذه اللائحة قد قائمة على، هقول لحضرتك 4 كلمات: تعظيم دور الجمعية العمومية. هايل. ليه تعظيم دور الجمعية العمومية؟ لأن هو ده الهدف اللي النادي الأهلي كان بيسعى عليه بقاله سنوات وسنوات. 2006. بالظبط. آخرها 2011 في ورقة العمل التي قدمت في المؤتمر الذي كان يسمى الجمعيات العمومية بين الواقع والمأمول. هذا المؤتمر نظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة آنذاك رئاسة المهندس حسن صقر. لا، عمل شغل كويس المهندس حسن صقر الله يمسيه خير، يعني وقت ما كان مجلس قومي للشباب دكتور محمد صفي الدين خربوش ومجلس قومي للرياضه المهندس حسن صقر، كانت فتره جيده. تحركوا في يعني من خلال الكفر اللي هو كان، لان هو ما كانش يسمح لهم باكتر من كده، لكن كان عندهم اجتهادات الحقيقه. ففي المؤتمر ده النادي الاهلي تقدم برؤيته. هذه الرؤيه كانت مبنيه على الاتي: 1. فصل الهيكله الحكوميه عن التنظيم الرياضي الأهلي. عظيم. 2. استقلالية الجمعيات العمومية. 3. حرية الانتخاب والترشح. عظيم. هذه المبادئ التي سعى إليها أو النادي الأهلي منذ قدم، على فكرة في كل مجالس إداراته المتعاقبة، لا أستطيع أن أنسب هذا الأحد بعينه، إلا أن الورقة اللي بتكلم فيها اللي أنا كنت شاهد عليها كانت في مجلس الكابتن حسن حمدي. عظيم. لأنها كانت في 2011. عظيم. تم التقدم بالرؤية دي، ولكن كالعادة أو في الوقت ده لم يكن القانون يسمح. كانت ظروف مواتية أوي. لم يكن القانون يسمح. عظيم. إنما الناس استمعت، وكان لازم الأهلي يعمل ده، لأن هو الأهلي الرائد زي ما حضرتك عارف. آدي مسألة فتعظيم
انما حضرتك تقول لي طب فين المواد اللي في بالظبط. ما انا بسال حضرتك ايه اللي يثبت انه في تعظيم لدور المراه وتقليص لدور مجلس الاداره؟ طيب. تعظيم دور الجمعيه العموميه عفوا. تمام. المراه والله كويس انها جرت على لساني، هسال سيادتك عنها ووضعها في هذه لا كويس كويس جدا. بص سيادتك احنا لما نبدا كده هنيجي كده سيادتك عند حضرتك علشان نقول تعظيم الجمعيه العموميه. طبعا تعظيم الجمعيه العموميه يعني ده مش منحه، هي السلطه المؤسسه. لا مش منحه ومش تفضل، هي قمه الاجهزه الحاكمه، هي السلطه المؤسسه، هي السلطه المنشئه، هي صاحبه النادي، هي صاحبه كل حاجه، مش يعني ما حدش بيتفضل عليها. انما ان الاوان انها تعطى حقها ويقنن هذا الحق. عظيم. بص يا فندم الماده 10 اول حاجه عندك اهو، علشان تعدل اي ماده من مواد اللائحه دي لازم ترجع للجمعيه العموميه عشان تقول لها انا عايز اعدل. ولو تذكر حضرتك لما كان في مسوده او مسوده مقدمه من في اللائحه وصار عليها كلام كتير في مساله تفسير، فاكر حضرتك تفسير اللائحه وتعديلها، لما قيل في الوقت ده في المسوده وكان على فكره وكان نقد الناس بحق وكان مشروع، لكن هو العزاء ايه؟ ان دي كانت مسوده مطروحه للمناقشه يعني، وده كان طرح مجتمعي خلاص الناس كلها عرفت اللي عمله الكابتن الخطيب ومجلس ادارته شيء عظيم، انك انت يعني تشارك الناس او صحيح. تخلي الناس تشترك ويصنعوا بايديهم ويصنعوا بايديهم علشان تضمن فعاليتها وتضمن انها تتنفذ. ما هو دول الناس دي اللي هتطبق عليهم اللائحه بالظبط، او الجمعيه العموميه الموقره دي هي اللي هتطبق عليها اللائحه. فلازم هذه الجمعيه هم احرص على مصلحه ناديهم، شانهم شان مجلس الاداره بالظبط، يعني كل الناس يهمها ناديهم. لا وقد يفوق صحيح، وقد يفوق كمان حرصهم على النادي من مجلس الاداره نفسه. فبقول لحضرتك كان فيها قالوا ايه تعديل اللائحه ممكن بطريقين، اما مجلس الاداره يتقدم او عدد معين من اعضاء الجمعيه العموميه. تمام حضرتك حافظ بالظبط كده، او عدد معين من الجمعيه، واتقال ايه؟ واتقال لو ما جاتش الجمعيه العموميه نقر التعديل، يبقى التعديل اللي جه من مجلس الاداره مقبول. ولو ما جاتش الجمعيه العموميه يبقى التعديل المقدم من الجمعيه العموميه مرفوض. طبعا ده غبن. طبعا لا وكان غير وضع غير صحيح. تم تصحيح الوضع ده، هتبص تلاقي في الماده 10 تعظيم الدور، لا اولا الاثنين على قدم وساق. اذا الجمعيه العموميه لم تحضر وقت التصويت على التعديلات او التصويت على هذا التعديل يرفض التعديل من الاثنين سواء من المجلس او حاجه، زائد ان انا هروح لمين؟ هروح للجمعيه. ادي تعظيم ده. هاجي حضرتك برضه عشان الوقت 27 ماده 27 انا بس يعني بشاور امثله يعني على سبيل المثال الحصري يعني بالظبط في دور تعظيم الجمعيه العموميه. فانا بشاور بسرعه، هتيجي حضرتك مثلا ايه في الـ 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 الماده عند حضرتك 27 من الـ عند لما مجلس الاداره بيجتمع في الترشيح في كل ذوي الشان عايز يروح يتظلم ويطعن في قرار مجلس الاداره او في قرار اللجنه بقى القانونيه اللي موجوده اللي هي بتفحص الاوراق، واللجنه القانونيه دي برضو ناس المفروض ان هم قضاه وقانونيين يعني مش فاللجنه دي لو ابدت اي راي خلاص اي حد من الجمعيه العموميه عايز يروح يتظلم يروح او يقدم طعن. فده كله عند حضرتك مثلا الماده 35 يا فندم اهي 35 انا 27 الاول اللي هي اللي عدينا عليها دي اهي، لا 35 اللي كنت بتكلم فيه، 27 بقى بتتكلم في ايه؟ الجمعيه العموميه قمه الاجهزه الحاكمه للنادي. طبعا قمه الاجهزه الحاكمه للنادي. خلاص هي لها اليد الطولة او الابرهة خلاص حتى في مجلس الاداره. حضرتك لو بتتكلم على حد حكام جوه النادي على سلطات جوه النادي الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه بعد كده يا فندم بعد شوف قبلها 27 و35 يا فندم ادي 35 بت بت بتتكلم على شوف يا فندم من ضمن اختصاصات الجمعيه العموميه عند حضرتك الاتي. اول حاجه في البند البند 19 البند 5 البند 10 النظر في اقتراح مجلس الاداره في اهداء لقب الرئيس الفخري. لا كان مجلس الاداره بيعطي الرئاسه في كل الفخريه والعضويه ويعرض الامر على الجمهور في كل الانديه كان وفي النادي الاهلي كان لا خلاص
ما عادش يقدر مجلس إدارة. لا خالص، لازم ارجع للجمهورية الرومية. عايز تدي سين من الناس رئاسة فخرية؟ لا، ارجع لاصحاب الرأي، ارجع لاصحاب القرار. ما يديش ويعرض؟ لا 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 خالص، ممنوع. ممنوع، لازم الجمعية الرومية اللي تقرر. كل اللي يقدر يقترح والله. طب وحددتها ازاي يا فندم؟ بقد ايه يوافق؟ ولا في الجامعات العموميه العاديه يعني يبقى بند من ضمن البنود؟ تمام، ده في بند النظر في اقتراح بند جامعه عاديه. النظر في اقتراح مجلس الاداره اهداء لقب الرئيس الفخري او الشرفي وفق البند 21 من الماده 58. الماده 50 دي اللي بتتكلم على اختصاصات مجلس الاداره. عظيم. ان هو من ضمن صلاحياته انه يقترح، انما القرار قرار الجامعه العموميه. ادي برضو دي هنا برضو جمال عمي صاحبة السيادة. عظيم. المادة فندم 84. يعني برضو علشان سريعا كده ساعة المستشار. عشان عايز اتكلم مع سيادتك في امور ثانية. ال 84 احنا بنتكلم على مراقب الحسابات. في 84 المراقب الحسابات، لا مراقب الحسابات هيرشحه مجلس الادارة، بس اللي هيصدر قرار بتعينه الجمعية العمومية. وافقت عليه؟ وافقت. ما وافقتش خلاص، يعتبر ترشيح مجلس الإدارة كأن لم يكن. كمان حاجة تانية، طب الفترة اللي اشتغل فيها المراقب الحسابات بعد ترشيح مجلس الإدارة مش بيرشحوه، بيشتغل وبيعرضوا الأمر على مجلس الإدارة؟ لا، ما أنا في أول بتعتمد عادي. لا، أول جمعية عمومية، أول جمعية عمومية أنا كده شغال بالاسترشادية خلاص. إنما اللائحة دي هتطبق من اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية. من ساعتها خلاص، قبل ما تخلي حد يشتغل اتفضل روح للجمعية العمومية بتاعتك. تمام. وبعدين في نفس الوقت في مفهوم جديد في اللائحة، ان مراقب الحسابات ده وكيل عن الجمعية العمومية. محامي الجمعية العمومية فيما يتعلق بأموالها. فاهم حضرتك بالظبط. فده حاجة كويسة ان بقى. طيب حاجات كتير بقى، لو عايز 88، لو عايز اخير وبعدين مع حضرتك المحور الثاني. معلش برضو انا يعني صدق. معلش عشان يعني انا بشوف ال 88 عندك دي ابرز المواد اللي بنتكلم فيها ساعه المستشار اسامه قنديل اللي بتعظم من دور الجمعيه العموميه. عندك 89 في بندها رقم 9 اللي بيقول لي يصدق عليه وكيل. عندك 85، عندك كثيرا بقى ما تجد عشان وقت حضرتك. طيب اتفضل على المحور. كلمني ساعه المستشار عن المراه في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وضعها إيه؟ وهي بنت، وهي زوجة، وهي أرملة، ربنا يديها الصحة وطولة العمر، وهي مطلقة لا قدر الله، وهي أم، وهي أخت، يعني إزاي بتحفظوا حق الأسرة المصرية من خلال الحفاظ على المرأة في النادي الأهلي؟ جميل، حضرتك تفضلت قلت تعبير كويس أوي. إزاي بتحفظوا حق الأسرة المصرية؟ صحيح. بالظبط، هو حق الأسرة المصرية. ممثل حق الأسرة المصرية، عارف حضرتك المرأة هي عماد البيت. صحيح. يعني فالنهاردة المرأة تم من مش برضه هرجع أقول مش إن حد أعطاها حقها، لا، حد قنن حقها. هناك فرق، لأن اللائحة الاسترشادية أو اللوائح قبل كده شيء دقيقة أو محددة. لا أيوه بالظبط. لا النهاردة يعني عايز أسهبت هذه اللائحة اللي إن شاء الله مطروحة للتصويت يوم الجمعة القادم، أسهبت في حقوق المرأة، واسهبت بايه؟ بتقنين لهذه الحقوق. وارجع اقول ليس تفضل من احد. عظيم. يعني لو حضرتك عايز امثله. يا ريت. بص حضرتك عند حضرتك الماده 20. 20 ب. ادي الماده 20 ب دي برضو حضرتك بدات تتكلم على زوجه العضو العامل التي لا يقل عمرها عن 21. ازاي انها كل الحقوق لها قائد وعامل، وكل الواجبات عليها قاعد وعامل. صحيح. مثلها مثل زوجها. عند حضرتك الفقرة الثانية برضو لما جت قالت ايه، عارف حضرتك كنت حضرتك في الندوات كان دايما يصار ايه، هو انا اكون انا اللي جايب العضو زوجي. الاصلي. انا بنت النادي اللي اتجوزت واحد من بره النادي فمنحت العضوية. ومنحت العضوية ولا قدر الله حصل طلاق، فيقوم ياخد هو العضوية العاملة ورقم عضويتي، وانا اروح اخد انا عضوية جديدة وادفع فلوس كمان. لا دلوقتي يا فندم، لا بعد اقتراحات برضو جمال عمي وبعد النقد العضوية والاشتراكات شغل كويس قوي. تمام. بعد كل ده اصبح ايه المطلوب دلوقتي، او اصبح الموجود ايه، او المكتوب ايه؟ لا اول شيء لا خلاص انتهت مساله انك انت لا انت تحتفظ بعضويتك كما هي، بل بالعكس كمان بقى لو اراد المطلق لو اراد ان هو يعني يضيف حد لازم ياخد موافقه من كتابيه منك كمان. لا امال ايه؟ لابد اهي يا فندم، لا يجوز اضافه اي عضو تابع او عامل للعضويه الا بعد الحصول على موافقه كتابيه من الزوجه، من العضو العامل الاساسي سواء كان الزوج او الزوجه. خلي بال حضرتك احنا ماشيين في اللائحه دي زي المساق الاولمبي لما بيتكلم دايما يقول ايه،
ان هو بيتكلم على يقصد الذكر والانثى بمفهوم واحد، يعني يقول الذكر هو قصد الذكر والانثى، فنفس الحكايه. فاحنا هنا بنتكلم سواء لا كان فرق يعني. ايوه بالظبط، لا فرق. حقوق يعني الناس تاخد حقوقها يعني. لا يكون هناك تمييز. عند حضرتك برضه المراه المطلقه، المراه الارمل، كل الكلام ده موجود برضه في الماده 20 ج. عارف حضرتك ودال كان ايه؟ كان في اللائحه الاستشهاديه ان هو من حق المطلقه انها تاخد العدويه، لكن لو عدى عليها 3 سنين من تاريخ الطلاق ما حتى لو معاها اولاد ما ينفعش تعمل عضويه خاصه بيها. بالظبط. لا النهارده شلنا السن الفتره دي، تقدر تتحول الى عضويه عامله بعد الطلاق في اي وقت، في اي وقت طالما عندها اطفال. في اي وقت، افرض دلوقتي هي مش قادره، بعد كده تقدر تفضلي في اي وقت. عظيم. ده من ضمن الحاجات. عند حضرتك المراه الاخت زي ما حضرتك الشقيقه، شقيقه العضو العام في الماده 20 بند 7، لو في حد بيتابعنا 20 بند 7 خلاص، قالت الاخت الشقيقه العضو العامل من ضمن الناس اللي تعتبر اعضاء تابعين، عضو تابع، عضو تابع. وخلي بال حضرتك بقى، قلنا غير يعني زي الاب والام لسه انا هقول معلش عشان بس انا عارف حضرتك مستعجل، لكن لا لا خالص عشان بقى. انا بس انا عايز ده حاجات مهمه جدا. لان لسه الشقيقه، ما انا بقول الشقيقه الغير متزوجه لازم اوضح، الغير متزوجه سواء كانت بكر او ثيب. غير متزوجه يعني على ذمه راجل او مش على ذمه راجل، بالزبط. سواء كانت مطلقه او الزواج او انسه. مش هي قضية. كفايه انها اخت العضو العامل. وبعدين مش شرط بقى يروح يجيب ورق انها لا تعمل او تعمل، لا 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 خالص خالص. يعني اللائحه ارقى من كده بكتير. عظيم. كفايه ان تجيب ما يثبت انها اختك بس، فخلاص تضاف على عضويتك وتبقى عضو تابع. عند حضرتك لو بتتكلم برضو كل النصوص اللي سالتك تفضلت بيها دي، كل دي بتتكلم، او اللي سالتني فيها كل دي بتتكلم على الـ 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 المراه. الطفل كأحد أعضاء عائلة الأهل. طب تأذن لي قبل ما نتكلم عن الطفل كمحور رسالة المستشار، لأنه البعض سألني حالا في هذا الموضوع. اللائحة اللي في إيدين حضرتك، اللائحة النظام الأساسي اللي هيتم التصويت عليها يوم الجمعة، لم يتم التطرق فيها إلى رسوم، إلى رسوم فصل العضوية. يعني سيادتك عندك ابن أو شاب جميل خلص الجامعة وعايز تفصله عشان يبقى عضو عامل بقى ويشوف حياته، أو البنت عشان تتجوز وتشتغل. اللائحة الاسترشادية هل نص على فلوس؟ وليه اللائحة بتاعتنا الجديدة ما نصتش على الرسوم وثابت الأمر متروك لمجلس الإدارة؟ فده أحدث تخوف عندنا كأعضاء جامعة عمومية، إنه الأمر دايما يخضع لنوع من التقديرات الجزافية من مجالس الإدارات اللي ربما تبحث عن تنمية موارد في وقت من الأوقات على حساب الأعضاء يعني. طبعا تخوف مشروع وسؤال حضرتك في محله، لكن أقول لحضرتك اللائحة اللي هيتم التصويت عليها، أولا هي دي الحاكم والدستور. أيوة. اللائحة لم تتكلم عن مثل المسودة أو المسودة. المسودة تفتكر حضرتك كانت بتتكلم مش عارف 50% وحاجات زي كده، أصبح هذا الكلام ده غير موجود. فالدستور ده أو اللائحة دي هي الضمان. لا مش كفاية، مش كفاية تكون الضمان. طب هقول لحضرتك المادة 6 من اللائحة المالية للأندية، وبالمناسبة ودي لائحة موحدة وملزمة للنادي الأهلي ولكل الأندية. يا فندم اللائحة المالية للأندية دي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة، موصلة طبعا في الوزير هو اللي أصدرها. هذه اللائحة بتحمل جواها ضمان تطبيقها، ففي إحدى مودها بتقول المجلس اللي مش هيطبق الكلام ده هطبق عليه إجراءات قانونية. عارف الإجراءات القانونية دي أدناها إيه؟ وقف التعامل على اموال النادي. وقف التعامل على اموال النادي. دي مشكله. طيب نيجي يا فندم في الماده 6 بقى في اللائحه دي. بص يا فندم، الماده 6 دي طبعا تماشيا مع الفكر العام الجديد اللي اتكلم عليه قانون الرياضه، وهو استقلاليه الجمعيات العموميه. هذا الفكر اللي متاخد من الدستور، الدستور الذي اشار زي ما بدات في بدايه كلامي للميثاق الاولمبي. هذه المادة قالت إيه؟ قالت من حق مجلس إدارة حط لوائحك المالية، الداخلية، النشاط الرياضي، كل الكلام ده كله. لكن جت في الآخر قالت إيه بقى؟ في الفقرة الأخيرة، هو ده المهم. يعمل باللوائح التي يضعها مجلس الإدارة، خلاص حقك. أي مجلس إدارة لتنظيم أعمال النادي بعد الموافقة عليها من الجمعية العمومية العادية للنادي. عظيم. بعد الموافقة عليها من الجمعية العمومية للنادي. يبقى العادية، يبقى حضرتك عضو جمعية عمومية لما تعرض عليك لائحة داخلية
ولقيت فيها التفاف او لائحه ماليه، لقيت فيها التفاف، انا بقول هذا الكلام وانا مسؤول عنه، وجدت فيها التفاف عن اللائحه التي تم التصويت عليها، او حضرتك توجهت وقلت نعم عليها، لا حضرتك ما توافقش عليها، على هذه اللائحه المعروضه عليك، لان ومجلس اداره ملزم بعرض هذه اللائحه عليك. كل الاحوال عوض رسوم فصليه، هي رسوم ده. رسوم بسيطه جدا وستبقى بهذا الشكل. يعني انا في صديق النهارده كلمني عشان اشوفه في النادي شويه، كان بيفصل عضويه ابنه تقريبا دفع اقل من 1000 جنيه، يعني 1000 ونص وساعات 1000 وساعات 1035 بالظبط، و100 جنيه ثمن الاستمارة بالظبط على حسب سنه، ده بالعكس يعني بقى له سنه بالظبط. فطبعا يعني دي ارقام في المتناول الحمد لله، يعني لما تيجي تفصل ابنك عشان ندفع 1000 جنيه ما بقى لهمش قيمه يعني، ويا فندم والضمانه ان ده مش هيزيد، يعني هذه الارقام ابدا مش هتزيد ان لم تقل يعني الحاجة. طيب وضمانه ثانيه بعد اذن حضرتك، احنا قلنا الماده 6، لا المادة 48 في اللائحة المالية للأندية اللي قلت لحضرتك لا يستطيع مجلس إدارة تجاوزها، أي مجلس إدارة عظيم. وإلا تعرض لجزاءات أدناها وقف التعامل على أموال النادي، ودي كارثة طبعا، ولا يليق بنادي زي النادي الأهلي. لا يا فندم بعد إذن حضرتك، المادة 48 يحدد مجلس إدارة النادي رسوم الالتحاق وفئات الاشتراك أو وأي رسوم أخرى والغرامات، حقك اعمل كل ده، ولا يتم العمل بها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي واختار الجهة الإدارية المختصة والمركزية. بس خلاص موضوع منتهي. موضوع منتهي. سريعا نقطتين اسأل زي ما حضرتك عايز. عشان معلش وقتنا للأسف أزف ساعة المستشفى، حظنا وحش مع سيادتك. بستأذن بس لو في وقت زيادة يا ريت. الطفل. الطفل. الطفل حضرتك عند حضرتك من أول أبناء العضو العام. روح وحضرتك سمعت كتير بقى. ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. الـ 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 الاخ المحترم الاستاذ ابراهيم القفراوي او الاستاذ طارق انديل كلاهما كلمونا كويس قوي بالتفصيل عن موضوع شؤون عضويه وعن اتكلموا لانه شغلوا فيها شغل جامد، وانا يعني لا اخجل اقول ان انا شفت حكايه الاشتراكات دي منهم، يعني منهم هم. وجبنا على فكره كمان كنا بنجيب موظفين الاشتراكات نسمع منهم، وبذل جهد كبير عايز احييهم الحقيقه، مدام يعني عزه وزملائها في اداره الاشتراكات. ليه مهم قوي؟ مهم قوي حضرتك تسمع الناس اللي بتشتغل علشان تشريعك ما يبقاش في هم اللي محتكين بالاعضاء وعندهم مشاكل وبيقدروا يعني ايوه عارف حضرتك، يقولوا ساعات على تشريعات يقول لك ايه دي تشريعات الحجرات المكيفه، لا دي تشريعات الواقع اسقاط على الواقع بالظبط. بص حضرتك ابناء العضو العام ذوي الاحتياجات الخاصه الذهنيه، وحضرتك عارف البدنيه كل ده جديد هيل. وكل ده لم تتكلم عليه لائحه الاستشهاديه، كل ده مش موجود في لائحه، ولا اعتقد ولا اي لائحه لاي نادي ده انا كنت بالمناسبه كنت بتكلم مع الاستاذ عادل القيع والمهندس عادل القيع والاستاذ ابراهيم المنيس، وتعرف حضرتك ان المهندس عادل القيع له باع طويل في اداره انديه كثيره، فوجئ وهو بيسمع الكلام ده، يعني انا كان الحاجات دي بتواجهني ومش عارف اعمل ايه. بعد كده الوالدين، ادي الاطفال زي ما حضرتك، وبعدين حاجه ثانيه تذكر حضرتك لما الاب والام اذا انفصل او اتطلق في قصر او في اولاد صغيرين تابعين، يجي الاب نوع من العنت احيانا يعني مع الام، يقول لا انا مش هدفع اشتراك للاولاد، سنه سنتين ثلاثه الاولاد يلاقوا نفسهم فين؟ الشارع. في الشارع. لا قلنا الاب بقى لا، المساله ليست بيدك وحدك، هي بيدك لانك انت ولي طبيعي بس الى وقت ما، السلطه المطلقه كما يقولون مفسده ايه؟ مطلق. انت صحيح صاحب سلطه كوالي طبيعي بس مش الى نهايه، خلال سنتين متتاليتين اذا تقاعست عن دفع الاشتراك لاولادك يحق للام طلب اضافه الابناء الى عضويتها. عظيم عظيم. بدون موافقتك وبدون حق. يعني رسوم الاشتراكات بسيطه يعني دي. لا يا فندم لا، يعني خدت بال حضرتك من ايه؟ انما برضه بنحمي الاطفال وبنحمي الاولاد. ايوه بالظبط كده يا فندم. الطفل اليتيم زي ما حضرتك عارف، الطفل المشمول بالوصايه، كل الكلام ده بالتفصيل. اتفضل يا فندم. اخيرا عايز اكلم حضرتك عن مفهوم اللعب النظيف، ولو في حاجه عند حضرتك تختتم لنا بها هذا اللقاء ساعه 15. طيب. انا ما سالتش سيادتك عليه. طيب يعني في حاجه مهمه جدا زي ما بقول لحضرتك، يعني اللائحه وهي بتتعمل كان عندها اولا حضرتك، انا معلش يا اتفضل يا فندم استاذ شريف، في حاجه مهمه جدا الاول، يعني الناس احنا دخلنا في الموضوع، انا برضو يعني بحكم شغلي عايز اقول للناس من ناحيه الشكل، مش الشكل طبعا الجميل ده طبعا احترامنا له وتقديرنا له، اللجنه الاداريه العظيمه اللي موجوده في الصوره الصحيحه في الغلاف، اول لجنه اداريه 1907 تخلي كل واحد اهلاوي يعني يمشي او عضو جمعيه يحط، وحتى المشجع يحط الكارنيه على الجاكيت كده، يعني حاجه
من 1907. فبقول لحضرتك الشكل بدأت بتمهيد. تمهيد زي ايه؟ زي الميثاق الاولمبي. الميثاق الاولمبي بدأ بتمهيد. صح. زي ما بقول لحضرتك كنا حريصين عشان مساله العمليه العالميه. بعد كده حضرتك اما عن اللعب النظيف يا فندم، في دي مجموعه قيم ومبادئ ارساها الميثاق الاولمبي. صحيح. من ضمنها اللعب النظيف، وتحديدا اللعب المالي النظيف. ايه اللعب المالي النظيف ده؟ ان ما فيش هيئه رياضيه تنفق اكتر من اللي جاي لها. عظيم. ما فيش هيئه عشان ما يحصلش عجز، وهتسد العجز ده منين؟ بالظبط. ان مسموح ببعض الديون البسيطه. انما مش معقوله يكون انفاقك اكتر من مواردك. هو ده مستخلص اللعب المالي النظيف. وعلى هذا الاساس بعض الانديه في بعض الدول الاوروبيه تم عقابها مؤخرا بسبب مخالفه اللعب المالي النظيف. احنا عندنا الحمد لله كنا حريصين نكتب ان من ضمن القيم وفلسفه النادي الاهلي في البدايه هو اللي هو ارساء قواعد او ترسيخ قواعد اللعب النظيف، زي نبذ التعصب، زي وكل ده على فكره الفاظ مستوحاه ومتاخده من الميثاق الاولمبي. دي مساله. في حاجه برضو حضرتك، تقليص دور مجلس الاداره لحساب الجمعيه العموميه وبالاحرى لحساب النادي الاهلي. صحيح. بص يا فندم، انا لحضرتك حضرتك قلت حاجه مهمه، السلطه المطلقه مفسده مطلقه. بالظبط. صحيح تساعد مجلس الاداره على قياده النادي ووضع الاستراتيجيات وكل شيء، بس ما يبقاش عنده سلطه مطلقه على حساب الجمعيه العموميه اللي هي السلطه الحاكمه او المؤسسه زي ما حضرتك تفضلت. بالظبط. انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. في ماده من مواد اللائحه بتتكلم، بتقول ايه؟ بتقول لا يجوز لمجلس الاداره ابرام عقود تتجاوز مده بقائه في السلطه، مده تواجده في او مده دورته، الا بموافقه الجهه الاداريه المركزيه. هفاجئك يا استاذ شريف، هذه الماده ليست لها تاصيل، ليست لها اساس لا في قانون الرياضه ولا في اللائحه الماليه للانديه. بس يبقى كده بيغل ايد مجلس الاداره فعلا. انما تم وضعها وبمعرفة مجلس الإدارة نفسه. هقول لحضرتك الفايدة. تم وضعها. الفايدة من كده إيه؟ الفايدة خلي السنة الثالثة في دورة مجلس الإدارة عنده مكان عايز يأجره مثلا لأحد البنوك. تقدم بنك ما وقال له أنا هديك 100 مليون في 4 سنين. قال له لا، أنا عايز ال 100 مليون دلوقتي. وزي ما بيحصل قال له اتفضل ال 100 مليون. خد مجلس الإدارة ال 100 مليون دول في السنة الثالثة. صرف ال 100 مليون. مرة واحدة. هنا بقى طب المجلس اللي هيجي بعديه هيجي يلاقي الخزينة ايه؟ فاضية. لا بس. هنا حرصا على المال العام؟ لا، وحرصا على مال النادي؟ لا خالص. اشتغل في حدود. لازم تاخد موافقة الجهة الإدارية. ليه هتاخد موافقة الجهة الإدارية؟ عشان تراقبك في العقد نفسه وتراجع ورق. صحيح. ثم تراقبك في الإنفاق. وفي حاجة مهمة جدا في مسألة العالمية اللي كلمت سعادتك فيها، يعني حضرتك من ضمن البرومو كنتوا كاتبين وما رأي الخبراء القانونيين في البرومو بتاع الحلقة مع سيادتك الموقرة. تمام. هذه كنتوا بتقولوا كده، بتقولوا رأي الخبراء القانونيين. أنا عايز أقول لحضرتك جات لي تليفونات كتير جدا من أساتذة تشريعات رياضية وكلهم أثنوا على اللائحة، وأتذكر منهم الدكتور محمد فضل الله. اتصل خبير اللوائح وقال لي كده بالحرف، هذه اللائحة لا مثيل لها في اللوائح العالمية. الراجل ده خبير تشريعات رياضية واستاذ تشريعات رياضية. عظيم. فقلت له ازاي؟ قال لي انتم مش سايبين حاجة في الميثاق الاولمبي. انا كنت عايز انتقد اي حاجة مش لاقي حاجة انتقدها لكم. قلت له انت بتجامل بس كده. شكرا جزيلا. ربنا يوفقنا. بنشد على وحاجة كده. اخيرة شكرا. ان احنا ان شاء الله كنادي اهلي وكجمعية عمومية ان شاء الله احنا في لحظات فارقة بين صحيح. ان نضع نادينا في مصاف التشريعات العالمية، ان نضع نادينا في مصاف الأندية التي تحافظ على حقوق أعضائها، أن نسعى للمحافظة، وخاصة أنكم أنتم أيها الموقرون أعضاء الجمعية العمومية الذين وضعتم هذه اللائحة. جاء الوقت لكي تحصدوا ما وضعتوه من نصوص أصفها إن شاء الله نصوص ذهبية. ونحن ملء الثقة في الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي دايما هي على العهد بيها، وستتسابق يعني وتذهب أفواجا إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة يوم 28 سبتمبر بدءا من 9 صباحا لتقول قولها الفصل في هذه اللائحة ولتعد دستورها ولتضرب المثل مجددا كيف يحمي النادي الأهلي أو أبناء النادي الأهلي ناديهم العظيم. هذه كانت آخر فقرة عندنا لهذا الأسبوع في موضوع اللائحة بشكل عام، فبشكر ضيفي الكريم سعادة المستشار أسامة أنديل على تعبه وسهره وجهده وعلى مشاركته لنا في هذه الليلة. نسيب حضراتكم بقى ترتاح.
يفتحوا مننا الساعات القادمة لنلتقي بإذن الله يوم الجمعة في يوم عرس يستحق النادي الأهلي، وربما تجمعنا لقاءات أخرى لا نعلم على هذه الشاشة المحببة إلى قلوبنا. هنروح لفاصل وأترك حضراتكم بعدها مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، عنده فقرة مهمة جدا في برنامج الأهلي الليلة، يا رب تستمتعوا بها كالعادة. إلى اللقاء. شكرا.